اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله جايت لكم بفيديو جديد، أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اليوم بديت الفيديو مالي من الصبح. صباح الخير، صباح العافية على كل متابعين وحبايبي وخواتي وبناتي بأي مكان وبكل مكان. هسه بداية يوم جديد إن شاء الله، يوم مثل ما يقولون يعني واحد يقعد الصبح إن شاء الله قوة ونشاط وطاقة إيجابية، ويعني نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، نبدي شنو عندنا من شغل، من عمل، من طبخ، يعني كأي وحدة أو كأي ربة بيت، أو حتى مو ربة بيت، حتى الموظفات، حتى أي وحدة، أكيد هاي الشغلات هي راح تبدي بيها من الصبح. وهنا بديت بالريوق، ومن بعد ما نتريق اكيد راح اجي شنو عندي بالبيت، مثلا اغسل الملابس، انظف، حسب يعني تنظيف. شغل الصبح احبه اكثر من شغل العصر دائما اقول، فصير الصبح عندي يعني هيك نشاط وارتاح من اجي اشتغل، واحس البيت هادئ وصنطه، والنايم نايم واللي طالع على شغله، مو مثل العصر. تدرون العصر تصير حركه، يعني حتى متنظفين ما يبين انه طبع رجلين او اثار، فيعني واحد ظل يحكي ولا تدخلون لا تطلعون، مو مثل الصبح. يعني الصبح دائما هدوء، و قلت لكم اللي نايم نايم، اللي طالع للشغل طالع، فبراحته واحد يشتغل. وهنا راح اصب الريوق ونتريق، ومن بعد الريوق اجي اغسل المواعين، الريوق شنو اللي عندي وشنو اللي مثلا مرات يزيد المواعين من الليل، بس ما اخلي المواعين بالليل ابد، بس مرات الصدفة يعني انه انامن واخليهم مثلا يجون واحد يشتهي له شي تالي الليل، او تدرون يعني اذا مثلا ولد او بنات صغار، ف تصير شوي حركة هاي بالمطبخ. اليوم راح أسوي على الغداء، عجبني أسوي كبة السراي أو كبة البغدادية الحمراء. طبعا هاي الكبة يعني مشهورة، هي إن شاء الله مقاديرها مضبوطة، وراح تشوفون طريقة شغلها حيل حيل سهلة، يعني حتى ما تحتاج وقت، يعني تقريبا بنص ساعة أو أقل، أو ساعة أو أقل من ساعة، خلصتها بسرعة، وهي أصلا شغلها سريع. بس اليوم غير الكبة البغدادية أو كبة السراي الحمراء، عجنت وخبزت، يعني اليوم شغل بشغل، كيفكم شنو تردون موجود بالفيديو. وهاي المواعين غسلتهم اكيد اغسلهم بكلور، يعني اذا اكو بيض فطبيعي انه اخلي كلور وزاهر. والطريقة الكبة او يعني الكبة سويتها بالمخصوص لانه عندي وحدة متابعة دائما تقول اريد طريقة الكبة، كبة المرق الحمراء، فحبيت اسويها والله، يعني لان هي طلبت وكررت ولا مره ولا مرتين، يعني بهواي فيديوهات ذكرت، فحبيت اليوم اسوي الخاطرها، لانه يعني احس انه انتم خواتي وبناتي ومن تطلبون شيء من عندي، ف يعني استحي انه ما اسوي، والله صراحه يعني استحي او اخجل انه ما اسوي هالشيء. هو شيء هو احنا اول تالي يعني هم بالبيت ياكلونه، بس انه هي يجوز حابه من عندي، والا هي هواي طرق وهواي قنوات يسوون هاي الشغلات، بس لانه حبت هذا الشيء من عندي فان شاء الله راح اسوي الخاطر عيونها. هي ان شاء الله تقرا، هي اكيد تسمعني شني اقول، فهي تعرف نفسها منو. هسه راح ابدي بالحشوه مالت الكبه، كبه السراي الحمراء، كبه البرغل والجريش الحمراء. هنا عندي اللحم، لحم مثروم، اكيد هو اللحم انت شقد عندك كميه، يعني هسه انا خليت هذا ربع كيلو، وهذا البصل راح محضره الطعام ابرشه، يعني اثرمه بمحضره الطعام. من بعد ما نشف اللحم عندي راح اخلي البصل اللي ثرمته، يعني قلت لكم هي كميه اللحم بكيفكم، ما واحد يتقيد بيها. هنا راح اخلي السبع بهارات كركم، العفو كركم اي فلفل اسود، سبع بهارات كركم، فلفل اسود وملح. وهنا خليت شوي زيت لان عندي اللحم مو دهين، يعني ما بي شحم، فإذا أنتوا بيه شحم لا تخلين زيت بعد. أظل أحمس بيه إلى أن ينشف، وأحس اندمجت المواد سوية، يعني البصل واللحم والبهارات. ها
هذا هو عندي استوت هسه انتظرها تبرد. من بين ما تبرد راح اجي للعجين. العجين اخلي كوب ونص جريش، هذا الجريش شوفوا حبته بيضة تصير، يعني وياه مخلوطة حبة بيضة، مو مثل البرغ العكس، الجريش بيصير مثل الحبة البيضة. كوب ونص جريش، وهنا هذا النص يعني كوب ونص، وهسه راح اخلي هذا برغل، شوفوا تصير لونها اصفر كلها صفرة، هذا شكل البرغل. يعني هسه عندي كوب ونص جريش، كوب برغل، وهنا عندي نص خاشوقة كركم او ربع خاشوقة، وهنا هم ربع خاشوقة فلفل اسود وملح. اخلط هاي المواد سوية. هسه اخلي ماي، الماي عادي من يعني من الحنفية ماكو مشكلة، يعني بس لا بارد ولا حر، الماي عادي. خليت هنا كوبين، هسه اشوف اخلط واشوف ايش قد احتاج. حسيت يحتاج شوي بعد خليت ربع كوب. لا تحاولين تخلينه تصير لين العجينة، لأنه بعدين تتأذين بها ما تلتم عندي تصير لين، بس من تصير شوي ناشفة لا. هسه راح أغطي وأنتظر تقريبا 10 دقائق وأرجع أعجنه. من بعد 10 دقائق شوفوا هذا خليت يمي ربع كوب ماي وأجي أعجن وأشوف إيش قد أحتاج. العجن طبعا لازم يريد له استمرارية، اخلي شوي واعجن ما اكثر على مود لا تصير عندي لين العجينة، يعني هاي الشغلة انتبه لها. العجن يريد له تقريب 10 دقائق اكثر شوي 12 دقيقة، انت لا تشوفينه يظل ينثر وتخافين من عنده شو تقولين شلون راح يلتم، لا هو بكثر العجن شوف شلون صارت، لانه الجريش بمادة مثل يشبه الطحين، فهاي المادة هي اللي تخلي تصير مثل العجين. شوف شلون صار عندي العجينة ايش قد حلوة، اجي الفها ها افتح العجينه سهله ومريحه بشكل. هسه الحشوه مالتي بردت، يعني اقدر اشتغل بيها، وهاي العجينه مالتي غطيتها بنايلون وخليت الصينيه يمي، الصينيه شوي دهنتها زيت على مود لا يلزق الكوبايه بالصينيه. هسه اجي اخذ لي كميه زينه من الحجم انت تحددينه، يعني مو قياس. وهاي فتحت العجينة زين واجي اجمعها واجي اكورها شلون الطوب تصير. اهم شي بهاي الكبة ان تسوين العجينة خفيفة، يعني اذا صارت ثخينة تصير قوية، بس الخفيفة لا، يعني تصير طعم وشكلها احلى. اذا يعني تردين للسهوله تجين تكب، يعني تاخذين عجين كلها قياس واحد على مو تجين وتلفين، ما تقيدين بالحجم، شوفي واحده صغيره واحده كبيره لا، بس لان متعوده فاعرف قياس ايدي، فاجي واخذ مسيطره اني اعرف ايش قد يعني شلون يصيرن خوات يشابهن بالحجم. اكو يضغطونها هاي الكبه، اكو يضغطونها يحسون شلون تصير شطحه، اكو لا يخلونها بكبكبة. فاليوم حبيت اصير شي مثل الطوبة مدورة. وهاي راح اخلص لف الكبة وهاي شكلها، وشوف هاي الكمية زينة. هسه اجي راح اعجن، لانه اكيد تحتاج خبز. هنا عندي هاي الطحين وخليت عليه خميرة واجي اعجن بيه. بعد تدرون الجو هو ما يحتاج لا ماي حار ولا شيء، اصلا الماي بشي مثل الدفو خفيف، فاجي اعجن. وطبعا هاي المرة الكمية زين الطحين مالتها حلو لا سيال ولا شيء. بس اخير شيء خليت الملح، لانه يعني تدرون انتو الخميرة ما تتفاعل بالملح، فاخير شيء خليت الملح. بين ما اعوف العجين يختمر، هسه اجي اسوي مرقة الكبة مالتي. ثرمت راسين بصل كبار وخليت شوي زيت. هسه اجي احمس البصل الى اريد لونه يصير ذهبي. راح اخلي هسه شعرية تصير هاي الناعمة.
اجي اقلب بيها، اريد شوي الشعرية تحمص يعني يصير لونها احلى. وهاي هنا خليت المعجون. بعد انتي وش قد الطبخين مثلا، كمية قليلة كمية كبيرة، فهذا الشيء انتي تحكمين بي. هسه هاي الكبة تقدرين خليت لون بصرة، وهاي الكبة اللي تردين تلفينها وتخليها بالمجمدة، مجمدة ما عليه شيء. هسه خليت لون بصرة وصبيت ماء عليها واخليها تغلي. من بعد ما تغلي هسه اجي انزل الكبة، انزل على كيفي واخلي مجال بين وحدة ووحدة، ما اريد يلزق شي بشي، يعني اعرف الجذر مثلا. شوفي هسه من جاي اخلي وحدة بين الثانية مجال، ومن اجي احرك احرك براحتي، ما احرك بقوة لان ما اريد الكبة تخرب عندي. تقريبا راح اعوفها تغلي 10 دقائق شوي اكثر. واخلي ملح. هسه اشوف الكبة اذا طفت لي فوق هي معناها استوت. هسه من بعد 10 دقائق 12 دقيقة اجيت شفت الكبة عندي. شوفوا هذا شكلها يعني مستوية. اجي بالسكينة مثلا هيجي، يعني شلون بالسكينة اختبرها، بس هي مستوية ما يحتاج 10 اقل اكثر تستوي الكبة. وان شاء الله اجي للتقديم مالتها واراويكم شكلها النهائي. هنا عندي اختمر العجين وهسه اجي اخبز واكملكم على الكبة. الكبة هسه هاي اللي لفيتها تقدرين تجين وتجمدينها، يعني تخلينها بصينية اول مرة تخلينها بالفريز تجمد، وبعدين تجين يعني تخلينها مثلا بحافظات، يعني مفتهمين قصدي انه جامدة واخليها بالحافظة، بس مو تجين تخليها بالحافظة وهي ما جامدة، لا، لان راح تصير وحدة على وحدة تلزق فيخرب الكل يعني وتجين تسوين، طبعا تجين تسوين الكبة بأسهل ما يكون، بس مجرد حمسين بصل ومعجون وشعرية وتجين تنزلين الكبة وهي جامدة تنزلينها، ما لا تموعينها ولا شيء. اعتبرها يعني من اسهل انواع الكبب ويعني اطيبها، لانه شغله سريع مثل ما شفتوا، تعجنيها 10 دقائق وتجي تلفينها. الحشوه عندك قبل يوم تردين تسوينها بيومها. هسه خلصت خبز وخلصت المرقة مالتي استوت، هسه اجي للتقديم مالتها وشوفوها، يعني منظرها يجنن. والطعم بعد ما اقلكم يعني صراحة حيل حيل طيبة، يعني اتمنى هاي الوصفة تجربونها، او المرقة الكبة تجربونها باطيب ما يكون، وصدقوني راح تقولون الف رحمة على والديها، لان هيك وصفة سريعة وبسيطة إن شاء الله يعني للمبتدئات خاصة، يعني بساطة شغلها أقصد. شوفوا تجي وتنقص بسرعة، كل ما خفيتيها هي تصير بالقص وبالأكل أسهل. دينا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، مع ألف سلامة وانتظروني بفيديوهات جديدة.